حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أقرت هيئة النزاهة بتورط عشرات المسؤولين في حكومة السودان بارتكاب جرائم الفساد الإداري والمالي في شهر آب المنصرم. وبحسب الهيئة فإن شهر آب الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في جرائم الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام والاختلاس، والتي تورط فيها 135 مسؤولا ووزيرا سابقا إضافة إلى محافظين. هذا وتؤكد تقارير دولية ومحلية أن الأعداد التي تعلن عنها هيئة النزاهة لا تمثل النسبة الحقيقية لجرائم الفساد المستشري في العراق. توقع خبراء اقتصاديون أن تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدينار أمام الدولار خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار خلال هذه الفترة. وقال الخبراء إن الظروف السابقة ما تزال كما هي، مؤكدين أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا، حيث يجري تمويلها حاليا من السوق الموازية من خلال جمع دولارات المسافرين وتحويلها إلى إيران. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، وسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا. وبحسب محللين فإن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، مضيفين أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركا للسوق في وقت لاحق. حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك من خطورة التخلي عن الوقود الأحفوري، وذلك في أول رد على تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي توقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قبل نهاية العقد. وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيث، قال إن التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، وسيحدث عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. أطلق باحثون في جامعة نيويورك تحذيرات من تهديد الأمن الغذائي في إفريقيا بعد الفيضانات والسيول الأخيرة. وأضاف الباحثون أن البلدان التي تتعرض لفيضانات تواجه أزمة في الغذاء بسبب إغراق المياه للمحاصيل، لافتين إلى أن أضرار الفيضانات الساحلية سنوية ستزيد بمقدار 20 إلى 50 ضعفاً بسبب تغير المناخ. كما شدد الباحثون على وضع خطط خشية من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه أثناء الفيضانات، وذلك بسبب تضرر أنظمة الصرف الصحي بتلك الدول. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، يا أمان الله.